تحليل لاي ظاهره. ده الكلام ده مثلا من ايميل في ده كل الحاجات اللي احنا بدانا فيها فعلا. ده الباكج اللي بدانا عملناها في في قواعد البيانات وفي سيكيورتي وفي الماثيماتكس وفي الرياضيات تمام. والجي اي اس توبولوجي برضو علشان استخدمنا برضو النيتروسوفيك. وبعد ما عملنا النيتروسوفيك توبولوجي عملنا النيتروسوفيك اي دي ال وعملنا له ابلكيشن في الجي اي اس ازاي اختار المكان المثالي عشان اقوم بمشروع في هذا المكان. ازاي اختار المكان المثالي عشان اخد كل اللي حواليا عشان اعمل مشروع بالدقه يعني. طيب دي البيانات ده اللي احنا عملناها في عملنا مثال بدانا بالاس بي بالاكسل. يبقى الماتلاب بنشتغل عليه عملنا الباكج كامله عشان نتعامل مع هذه الداتا والاس بي اس اس اللي هو برنامج التحليل الاحصائي لاي ظاهره والمابل. و ده استخدمنا بعض الابلكيشنز اللي احنا عملناها. بدات هنا الجي اي اس التوبولوجي. بدل ما هتكلم عن التوبولوجي احنا هنتكلم عن الجي اي اس توبولوجي والجي اي اس فاست توبولوجي وهكذا لحد ما دخلنا كل اللي فوق ده معمول. الاصفر ده اشتغل كله اتعمل. اللون الاخراني اللي هو الجي اي اس نيتروسوفيك توبولوجي اشتغلنا عليه يعني. في الايمج بروسيسنج في معالجه الصور او في استرجاع وتحسين الصور تمام. كل ده معمول قبل كده ما عدا احنا بدأنا شغلنا كله بدأنا في نيتروسوفيك ايمج بروسيسنج ده في الكمبيوتر ساينس. النيتروسوفيك داتا بيز برضه نفس الكلام. ده اللي احنا عملناه لقينا ان النيتروسوفيك بيعمم كل الدراسات اللي تم عملها قبل كده وبيدي نتائج دقيقه جدا. لما بقى هنا النيتروسوفيك كريسب سيت ده عرضناها برضه ده شغلنا النيتروسوفيك كريسب سيت. لما جينا مع ان احنا عاملين في الاساس عملنا النيتروسوفيك سيت في الاول اللي هي جايه من الفاصل بدانا فيه اصلا. لما بدانا عرفنا الكريسب سيت وخدنا دخلنا الاحتمالات على النيتروسوفيك كريسب سيت لانها بتؤدي الى النيتروسوفيك سيت. يعني النيتروسوفيك كريسب سيت اللي عرضناها خد البروبابيلتي للثلاثيات دي بطلع هنا النيتروسوفيك سيت. النيتروسوفيك سيت دي جبنا لها معامل ارتباط بثلاث طرق وتم برمجتها وعمل اكوادها على او باكج على الاكسل على اساس نتعامل معاها ونجيب معامل ارتباط او الارتباط بين هذه البيانات. السكيورتي الامن امن المعلومات برضو اللي فوق ده معمول قبل كده في الفاصل بدانا عملناه في النيتروسوفيك في السكيورتي. طيب اشتغلنا في الجي اي اس توبولوجي. قلنا الجي اي اس توبولوجي كل اللي باللون غير الاصفر ده كل ده عملناه باستخدام النيتروسوفيك. ده في سواء في مجال التوبولوجي سواء في الاحصاء او التوبولوجي او الاحصاء او الكمبيوتر ساينس يعني او نظم معلومات او كمبيوتر ساينس يعني. طيب ده مثلا مثال بسيط لباكج اللي هي على الاكسل دي باكج باكج ازاي احسب. عملنا باكج كامله مثلا على الاكسل ازاي نحسب الاوبريشن. طبعا انا ما تعرضتش الاوبريشن ولا عرضت حاجه لحضراتكم يعني. فهي ده مثال الاوبريشن ده لو انا عايز اجيب الكومبلمنت لي النيتروسوفيك سيت ده باكج كامله هقدر اتعامل معاها. ده النيتروسوفيك ده الباكج ده النيتروسوفيك سكيورتي داتا. لما احنا جبت انا ظاهره معلش المثال ده هو في السكيورتي لما التحليل العادي في الكمبيوتر ساينس اللون الاحمر اللي فوق ده لو انا اشتغلت على الفاصل
يعني درجة التأكد. اللونين التانيين لما جمعت الثلاثة ده اللي هي الميكروسكوب اقل حاجة ايه؟ ثلاثة. طلع لي انترسيشن. لما انا بقول المتناقضات احنا كلنا عارفين بنقول ان المنطق القديم بيقول ان المتناقضات لا تتلاقى، لكن الميكروسكوب بيقول المتناقضات تتلاقى. الميكروسكوب بيجيب تتلاقى المتناقضات معناها ان في حاجة مشتركة. لو الكلام كله مختلف او احنا مختلفين في الاراء، في حاجة واحدة مشتركة ان احنا نقدر ايه ننطلق منها. طيب الحتة اللي كنت في الحقيقة انا كنت عايز ابدأ من الكلام اللي هو بالعربي ده، انا قلت عموما في المحتوى بتاعه في الاول ان بقول ان احنا نعيش في عالم يختلفه الامور او الفاضية والحيادية او اللا تحديد من كل جانب. عالم تتسم معرفتنا لأحداثه وقائعه التناقض والغموض، ممكن تناقض ممكن غموض ممكن لا تحديد. يبقى معنى ذلك ان احنا في حاجة الى منطق جديد يعكس حقيقة رؤيتنا النسبية لهذه الحياة وقصور معرفتنا بها، ونحن في حاجة إلى نسق منطقي يلائم المعطيات اللي هي الغير مكتملة عشان نعالج هذه المعطيات، سواء على المستوى الحياة اليومية أو على مستوى الممارسة العملية بمختلف الأشكال. هذا المنطق الغير كلاسيكي أو اسمه النون ستاندرد لوجيك. أما أول ما وضع أسسه الرجل اللي هو لورينتن قال يبقى دي على فكره انا مترجم الكلام ده من عمرو، يعني مترجم انا معظم الكلام ده. دي الفلسفات ده تكشف اسلوب جديد عن تناقضات الفكر والحركه المتغيره والمتصله بين الصدق والحياديه والغموض، وتعيد لملكه السلب هيبتها المفقوده لدى العقل اللي هو المقتنع بوهم الثبات المطلق. فلا حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. النظرية دي النظرية ده ترجمة للمنطق اللي الراجل يتكلم عنه، إن بياخد إن الناس في ناس بتتميز بالإغلاق والتشدد والتحكم وربط الآخر والخصوم. لذلك أنا لما اتكلمت بقول المفروض انتهى عصر الصفر والواحد، فاحنا بدأنا عصر الصفر والواحد في الألوان. المنطق ان الفلسفة والمجموعة الصغيرة هي اللي بدأ عرف المنطق او اللوجيك، وعملنا بدأنا بقى حولناها للدرجات، وبدأنا ادينا امثلة في مجال علوم الحاسب والمعلومات والرياضيات حتى الفيزياء، كل حاجة دخلنا فيها حتى الجغرافيا اللي هي الترو والفولس اللي هي الصح والخطأ والايه واللي واقف على الحياة دي. اقل حاجة يا جماعة انا كنت عايز اعرف، تعالوا بقى في المجال تم استخدام المنطق اللي احنا من كل الكلام ده قلته، ان استخدمنا المنطق من الكسوف في علوم الحاسب والطبولوجي والاحصاء والاحتمالات، ثلاث اتجاهات اشتغلنا فيهم شغل كويس جدا، وفي امثلة بقى لي انا مش عايز اطول على حضراتكم. في امثله كتير، ده خلينا نرجع بس لايه لبعض بعض الابحاث او امثله لبعض الابحاث. طبعا كل اللي بنقول الاخضر ده دي ابحاث، مش عايز اجيب البحث كامل. الأبحاث